السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم حبيباتي؟ كل شيء بخير الحمد لله. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله وبصحة جيدة. اليوم كيف درت معكم كل نهار كندير معكم حصة على حسب العيد الميلاد ديال الابن ديالي ان شاء الله. داكشي علاش اليوم كيف ما طلبتوا مني لي بوب كيك ديال العيد الميلاد، وطلبتوا مني لي طارت ديال العيد الميلاد. على بركة الله ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم لي بوب كيك او بوبس كيك، كل واحد وشنو كيسميهم. على بركة الله غادي نوريكم المقادير اللي غادي نحتاجو في هاد لي بوبس كيك العاديين. غادي نستعملو 3 ديال البيضات ونصف جبلافة ديال السكر سنيده، خمارة واحدة وفانيا واحدة، نصف زلافة ديال الزيت والدقيق وكاس الحليب. اللي عندها راك خيمه ليكيد ديرها. على بركه الله دابا غادي نجيب واحد المول ديالنا وغادي نديرو نهرسو البيضات نكسروهم ونخلطوهم مع الفاني ومع السكر سنيده. دابا نكسر البيض كيف ما كتشوفوا غادي نشارك وندير الكيس ديال الفاني ونزيد السكر ونخلطو مزيان السكر كيف ما كتشوفو. تنحسو بهم طربو مزيان عاد نزيدو الزيت ونخلطوهم حتى هما كيف ما كتشوفو، ونزيدو كاس ديال الحليب. وإلا كانت عندكم لاكخيم ليكيد ديروها، أنا منتوفرش عندي حاليا. الكيك العادي ونخلطوهم مزيان، عاد غادي نزيد الدقيق تدريجيا ونخلص. ما غاديش نجيب ونكب الدقيق مره واحده، المهم نخلطوه. بعد ما حرستها غادي نجي نخلي هذا الدقيق بحال هكا نسيت، وغادي نخلط مع خميرة ديال الحلويات او بيكين باودر ونحركهم مزيان. انا راه الدقيق راه ما درتوش كامل، شاطلي مزال هكا. المهم كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. المهم غادي نخلطوهم مزيان بحال هكا، وغادي نديرهم انا في هذا المول ديال السيليكون، المول العادي اي مول عندكم تقدروا ديروه. حركتها مزيان، غادي نجي نخوي الخليط ديالنا كما كتشوفوا الحليب وندخلها الفران على درجة 180. انا غادي نشعل ليها من تحت عاد من الفوق ان شاء الله، ماشي بالدرجة تنفخ لينا ولا شي حاجة. المهم غادي ندخلها انا بحال هكا ان شاء الله. بعد دابا كيف ما كتشوفوا طابت الكيك ديالنا، قسمتها انا النص، ما غاديش نديرها كامله. داكشي علاش المهم دابا غادي نجيبوا واحد الموس، نجيبوا واحد الموس ونجيب هذا نفرتتها كيف ما كتشوفوا بحال هكا. على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما تخلوها بارده بعدا حتى تكون بردت مزيان وتفرتتوها.
غير بيديكم، ولا بغيتوا العجانه تقدوا ديروا العجانه. انا غنكتفي بهذا القدر اللي غيعطيني كميه اللي كبيره. انا بغيت غير تقريبا 10 ولا 9، المهم ماشي بزاف. نفرتتو هذه كامله كيف ما كتشوفوا، حتى فرتتوها ما تلوش يعودوا فيها بحال هادو ما يكونوش فيها. هي من بعد ما فرتتها كتكون بحال هاد الشكل. غادي نزيد ليها المعلقه ديال الكريمه ديال الزيت، وغادي نزيد ليها الكريمه ديال الكاكاو، ولا الا كان عندكم الحليب المحلى حتى هو تقدروا ديروه. وغادي نجي نحركهم بهذه الطريقه، ندخلوا شي كيف كتشوفوا. الليله ما كانوا عندكم هادو تقدروا ديروا غير العسل ولا اي حاجه. المهم اللي غادي تجمع لكم بعد ما كيف ما كتشوفوا، من بعد ما جمعتها كتكون بحال هكا بهذه الطريقه. تقدروا ديروها دويرات، ديروها غير بحال هكا ما تجيكمش مشققه وصافي. دابا غادي نجي ندوزو للشوكولاط ندوبوها. ديجا استعملت معكم الطريقه ديالو، هي الشكلاط غادي تهزو وديروه يا اما في الميكرويف ما يمشيش الماء نهائيا، ولا الحليب ديروه غير بوحدو يذوب، ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم. بعد دابا كيف ما كتشوفوا غادي نجي نديرهم كويرات بحال هكا ونحطوهم على قدر اللي بغيتو نتوما، حتى نساليو هاد العجينه كامله اللي عندنا. باش ما تجيناش كتشقق، ونحطوهم حتى نساليوها. كيف ما كتشوفوا دابا راني ذوبت الشوكولا كيف ما كتشوفوها، وجبت هذا لي باي اللي ديجا شاركتهم معكم. هما انا راه نقصتهم، نقصتهم زعما شويه مزال، وغادي نجيو المرحلة الأولى. غادي نديرو بحال هكا كيف ما كتشوفوا، وغادي نجي نديروها كيف ما كتشوفوا بحال هكا. نعاود معكم قبل ثانية، نجو ندخلوها فيها بحال ثاني غير بشويه ما تلحقش حتى لتحت. هذه هي المرحله الاولى اللي خصكم ديروا باش ملي تهزوا لي بوب كيك ديالكم. هي حتى نكملوا هذه الكميه كامله اللي عندنا. انا غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كامله اللي عندنا ان شاء الله، وغادي ندوزو للمرحله الثانيه. دابا ما ساليتهم كيف ما كتشوفوهم، غادي ندخلهم يبردوا غير يتشدوا الشوكولا ديالهم وصافي. ومن بعد غادي نجي ندوب الشوكولا البيضاء وندير لها جوج الانواع. غادي ندير لها انا غنخدمها بالازرق ولا بيض، هاد لي بوب كيك غنقسمهم على جوج، غادي ندير لون ازرق ولون ابيض ان شاء الله، غير غادي نزيد لهم ملون. خليتهم يبردو غادي نجيب الشوكولا. انا ما عنديش البيضة، انا ما عندي غير الكحلة هادي، غادي نحطوها بهاد الطريقة. المهم تشطفوها في اي لاطا عندكم بحال هكا كيف ما كتشوفوهم. المقدار اللي عندنا ديال لي بوب كيك المهم نشطفوهم. بعد دابا ما بردو جبت الشوكولا اللي ذوبت كيف ما كتشوفوها، غادي نجيب هاد لي بوب كيك
ندير نخدمهم بهذه الطريقه. ونخليوها حتى تقطع شوية. عاد ديك الساعة هادي اللي قلت لكم غادي نجيو هي نحطوها عادية ونحطو عليها لي بوب كيك ديالنا كيف ما كتشوفوا. غادي نزيد نوريكم واحد الثانية. نخليها عاوتاني بنفس الطريقة عينكم ميزانكم تتحسوا بها تقطرات شوية يعني ما تلاتش شدة الشوكولا. ونحطوها عليها عاوتاني بحال هكا. نوجع عليها الشوكولا كيف ما كتشوفوا. ديك الساعه غادي نجيبوا هاد الحبيبات بحال هكا راه شاركتو معكم في الفيديو الاول ضغطتهم فيه. غادي تشوفوا نتوما الالوان اللي بغيتو تخدموهم به. انا غادي نخدمهم بهذا الاخضر وقيله بما ما فيهش الازرق ما جبرتوش. هذا قريب شويه ديال البنات ما عرفتش. المهم كل واحد والالوان اللي بغى يخدمهم فيه. دابا غادي نجي هاد الشوكولاته غادي ندير ليها الملون الازرق من بعد ما نسالي. ها هي الشوكولا ذوبتها ودرت ليها الملون هذا الازرق ولكن كتعطيني هذا اللون. خصكم غير تقويوه شويه راه غيعطي لكم الازرق كيف ما كتشوفوا. وتخدموهم بنفس الطريقة اللي خدمنا بهم البيضين. وإلا كان عيد ميلاد ديال بنت ولا ديال المهم أي لكلو خدموهم غير بالملون. كما كتشوفو نتسناو حتى تيبس حتى هي شوية. ونجيبوها حدا اختها نحطوها حتى هي بحال هكا ونخليهم يبردو. ها هما نديرو غير خطوط عاديين. ومن بعد نجيبو هادو نزوقهم بحال هكا بهاد الحبيبات. انا اختاريت مزال بحال هكا. المهم هادو هما لي بوب كيك ديالنا من بعد ما وجدو كيف ما كتشوفوهم كيجيو بحال هاد الطريقه. درت الازرق والبيضين على حساب عيد الميلاد ديال الولد. ها هما كيف ما كتشوفوهم كيجيو هكا كيجيو صراحه رائعين. وكاينين مالي البيضين درت ليهم هاد الديكور. المهم شي حاجه عاديه تفرحي بها الدراري وصافي. هادشي اللي كاين. المهم كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو ديال اليوم ان شاء الله وتبارطاجيوه مع صحابكم ومع الحباب ديالكم وتخليوا لي التعليقات ديالكم الزوينين ان شاء الله. راني كنقراها وكيعجبني صراحه الحال. وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله
فالفيديو اللي غادي يكون من بعد ديال لا طارت ان شاء الله يا ربي، والسلام عليكم.